يقول إذا ذكر الله في القرآن هل يجوز أن نقول جل جلاله؟ لا بأس بذلك، تقول سبحانه وتعالى جل جلاله عز وجل، لكن ما يكون في الصلاة، ما يكون هذا في الصلاة. إذا كنت تتلو القرآن بغير الصلاة لا بأس أن تثني على الله وأن تسبحه تكبره، لا بأس بذلك.